بينط ببعدها احمد بايزيد، عمر باخشوين، عمر باخشوين، ماجد عبد الله، يلا يا ماجد، بينطلق ماجد، بينطلق ماجد، يلا يا ماجد، يلا يا ماجد، يلا يا ماجد، جول 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 في الدقيقة 43. السهم الملتهب بينطلق من العمق السوداني ويسجل أروع الأهداف في المرمى السوداني رغم الحراسة المشددة على الفارس، بينطلق ويصيب الهدف ويعود منتصر بعد أن سجل هدف من أروع الأهداف. بيستلم كرة من وسط الملعب وبينطلق من بين كل الدفاع السوداني، وعلى مشهد ومسمع من حارس المرمى حامد بريمة بيضعها على يساره لتصبح النتيجة هدف للمنتخب. يلا يا ماجد اهو هدف الثاني، ويا سلام في منتهى الذكاء، يا دوبك بالسنتي بالملي بيحطها، عرف انه حامد بريمة طالع لعبها بذكاء شديد رغم الحصار المضروب عليه والمتابعة الصارمة من الدفاع السوداني.